فضيلة الشيخ، يقول السائل: علي 3 كفارات وليس عندي مال، فكيف أصومها إنجاز ذلك مع العلم أني أعلم أنه سيأتيني مال بعد شهر؟ نعم. يقول: علي 3 كفارات وليس عندي مال، فكيف أصومها إنجاز ذلك مع العلم أني أعلم أنه سيأتيني مال بعد شهر، فهل أنتظر المال وأكفر أم أصوم؟ ما أدري وش الكفارات هذه، ولا أدري وش المال اللي بيجيك، وش قصدك بالتكفير بالمال، يحتاج إلى تفصيل. إن كان قصدك شراء رقبة، الرقبة ما هي موجودة الآن، حتى لو جاءك مال ما أنت مستطيع العتق لأنه غير موجود، تنتقل إلى الصيام إن كان قصد صيام 2 شهر متتابعين. أما إن كان قصد كفارة يمين 3 أيام فنعم، هذه يكفر بالمال، يطعم 10 مساكين أو يكسوهم. أما إن كانت الكفارة كفارة قتل خطأ، أو كفارة جماع في رمضان، هذه لابد، أو كفارة ظهار، هذه لابد من الترتيب الذي ذكره الله ورسوله، لابد.